بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة وتحديات شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالحجاج الإبكار لمسافتنا المعتادة والمقررة، وهي 3 كيلومترات على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وأرى التحديات الحاضرة منذ البداية على المقدمة والصراع المرير على مقدمة هذا الشوط، ولكن نتابع اليازي، نتابع اليازي اللي قادت المجموعة لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، تليها مع المركز الثاني أرهني الوارية لأحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي، ثالث المراكز تحديات مياسة بالشعار علي بن محمد بن سلطان العويسي، رابع المراكز القدوم مع جواهر لخليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، ومع المركز الخامس من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، ولكن القدوم في هذه اللحظات من سيوف لعيد بن عامر بن راشد المدهوش، يقدم سيوفه على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات تحديات هذا الشوط حفلة لعبيد بن سلطان بن علي الاكتبي متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز السابع وصلت الأسامي في هذه اللحظات. نتابع، نتابع التقدم والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع دهمة لمبارك بن يمعة بن مغير الخيلي، ومع المركز التاسع، المركز التاسع تحديات متعبة للسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي، ومع المركز العاشر تتقدم غنتوت لناصر بن عبد الله بن غصابة الهاجري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، ولكن منعود مع الصدارة. نتابع البداية وأرهني مياس على مقدمة هذا الشوط، علي بن محمد بن سلطان العويس يقدم، يقدم هذا الانطلاق، ولكن أرى التحديات مع حفلة، مع حفلة، مع المركز الثاني لعبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، ولكن أرى مثيرة بالشعار حمد بن سيف بن عبد النعيمي تتدخل بأول ندى، بأول ندى تتسلل في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، التحديات القادمة لمتعبة للسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي، والشعار بالزيتون قادم، قادم، قادم على مستوى المركز الثالث، ولكن مثيرة، مثيرة اللي يرت الشوط بشعار حمد بالسيف بالعبد النعيمي. من يتابع، من يتابع، مثيرة، ولكن التقدم في هذه اللحظات والتسلل من الجانب الآخر. أرى التسلل مع المركز الثاني حفلة لعبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، ولكن مثيرة، مسيطرة، مسيطرة على مقدمة هذا الشوط بشعار راعي طفرة حمد بن سيف العبد النعيمي، من ينطلق بناموس هذا الشوط. التحديات القادمة مع المركز الثالث، التحديات أيضا لمتعبة للسالم بن عبد الله بن شامس متابعا لهذا الانطلاق، والشعار بالزيتونة مع المركز الرابع. اللحظات الأخيرة ومثيرة، يرة شوط في اللحظات الأخيرة هي الأقرب، هي الأقرب لناموس هذا الشوط. راح ببطي مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدمه مثيرة حمد بن سيف العبد النعيمي، ينطلق بتحديات مثيرة. سلام، سلام العيس، سلام، اسعدت صباحا يا هالي نعمة، تهانينا لحمد بن سيف بن عبد النعيمي على فوز مثيرة، ومشكور يا راعي طفرة مع هذا الأداء المتميز اللي قدمته مثيرة. لحظات وصولها إلى خط النهاية، المركز الثاني مشعار بن زيتون، المركز الثالث تاتي أيضا لمتعبة لسالم بن عبد الله بن شامس المحارب، المركز الرابع، والبقية أيضا كان الدخول جماعي في اللحظات الأخيرة. تهانينا، تهانينا من الأعماق لحمد بن سيف العبد النعيمي على فوز مثيرة، أيضا سجلاتها حافلة بالإنجازات، تنطلق بناموس هذا الشوط، تأتي بتوقيت زمني مقدارة. هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية، تهانينا لا حمد بن سيف بن عبد النعيمي، والسلامات لأهالي نعمة مع هذا الانطلاق بمدينة العين.
مع هذا الانطلاق 4 دقائق 32 ثانية يجز واحد من الثانية، هو توقيت مثير التهانين لحمد بن سيب العبد النعيمي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني 4 دقائق 34 ثانية 5 أجزاء من الثانية هو توقيت وتحديات بلشان محمد بن عديج بن زيتون المهيري، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث تأتي أيضا بهذا الانطلاق الجنوبية 4 دقائق 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الجنوبية جويعد بن فهيد بن ناصر بن مبارك العجمي، واللي وصلت مع المركز الرابع تاتي ايضا في هذا الانطلاق متعبه لسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي، ومع المركز الخامس شظايا لخلف بن مبارك بالجافله الحميري. هذه النتيجه للخمس المراكز المتقدمه في هذا الشوط.